المغرب تعرض للخداع في 2010 وخسر تنظيم المونديال برشاوي جنوب إفريقيا. التنقل بين مراكش وطنجة في مونديال 2030 سيستغرق 2 ساعات و45 دقيقة فقط. عضو في مجلس إقليم جرادة يختار البقاء في أوروبا وعدم العودة إلى أرض الوطن. النجم المغربي سعد المجرد وأسماء المنور وريم فكري ضمن المرشحين لجوائز جوي أورد. أين اختفى سعد المجرد؟ سؤال يطرح كثيرا. براد بيت يدخل في أول علاقة رسمية، من هي حبيبته الجديدة؟ العرض الأول للنداء الأخير إلى إسطنبول يجمع بين كيفان شتاتليتوغ وبيرين سات. مساعد ويل سميث يفضحه ويكشف أسرار غير متوقعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. قبل بداية كل حلقة لابد من كل المتابعين الكرام ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وترك تعليقاتكم تحت الوصف. وقبل الانطلاق في هذه الحلقة وفي تفاصيلها أقول لكم صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا أن جنوب إفريقيا دفعت من أجل تنظيم كأس العالم 2010. وقال الصحفي مولينا في تصريحات إذاعية أن المغرب تعرض لعملية خداع سنة 2010، وكان من المفترض أن يكون أول دولة إفريقية تنظم البطولة العالمية. ويرى رومان مولينا أن المغرب كان الأحق باستضافة مونديال 2010، ولكن الفساد كان لصالح جنوب إفريقيا. وذكر مولينا أن جنوب إفريقيا حصلت على تنظيم كأس العالم عن طريق دفع رشاوي، وصرح أن جنوب إفريقيا دفعت ثمن تنظيم كأس العالم 2010. تتداول أنباء داخل مدينة جرادة أن عضواً بالمجلس الإقليمي اختار الهجرة إلى أوروبا والبقاء هناك دون العودة إلى أرض الوطن. وحسب ما هو متداول محلياً فإن أنباء تروج بقوة عن هجرة أحد المنتخبين بالمجلس الإقليمي لجرادة إلى إحدى الدول الأوروبية بعدما حصل على تأشيرة شينغن. وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجر فيها منتخبون بالجهة الشرقية إلى أوروبا، حيث سبق أن قرر عضوين بجماعة بركان في وقت سابق البقاء في هولندا مهاجرين سريين بعد زيارة رسمية قادها رئيس المجلس البلدي. يبدو أن تنظيم مونديال 2030 بالمغرب سيعجل لا محالة بالقطار الفائق السرعة تي جي في الدار البيضاء أكادير عبر مراكش لتوفير أحد الشروط الأساسية لتنظيم أغلى التظاهرات العالمية والتي تستوجب بنية تحتية على أعلى مستوى. ومع نيل المغرب شرف تنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، يبدو أن هذا المشروع سيصبح حقيقة، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال قريبا. فوزي لقجع رئيس لجنة مونديال 2030 كان قد أكد أن القطار الفائق السرعة سيصل إلى مراكش وأكادير، خاصة أن إحدى هذه المدن ستستضيف كأس العالم 2030 وابتداء من سنة 2030 إذا كنت في الدار البيضاء ستحتاج إلى 75 دقيقة فقط للوصول إلى مراكش، أما إذا كنت ترغب في زيارة طنجة ففي غضون 90 دقيقة فقط ستكون قد بلغت وجهتك. إذا كنت في الرباط ف30 دقيقة ستكون كافية للوصول الوصول إلى الدار البيضاء، أما إذا كانت وجهتك هي طنجة فستصل هناك بعد 60 دقيقة فقط. بفضل تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش ستصبح عدد التنقل بين مدن كأس العالم 2030 بالمغرب أقصر من مدة مباراة في كرة القدم. أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية
عن انطلاق عملية التصويت للمرشحين لجوائز جوي أوردز في نسختها الرابعة، ويتنافس على جوائز صناع الترفيه لسنة 2023 ثلة من نجوم الوطن العربي، من ضمنهم مغاربة تألقوا في المجال الفني، ومن ضمنهم النجوم المغاربة المرشحين لجوائز جوي أوردز لهذه السنة الفنان سعد المجرد وأسماء المنور وريم فكري. ويتنافس النجم المغربي سعد المجرد بأغنيته أشخبارك على جائزة الأغنية العربية المفضلة، فيما تم ترشيح الفنانة أسماء المنور ضمن فئتين مختلفتين، وهما الأغنية العربية المفضلة بأغنيتهما هذا حالي من بعدك وفئة الفنانة العربية المفضلة. وتتنافس أسماء في هذه الفئة أمام ثلة من الفنانات العربيات، وهن السورية أصالة، الإماراتية أحلام الشمسي، اليمنية بلقيس، إليسا، نانسي عجرم، نجوى كرم، مريم فارس، روبي، نوال الزغبي، رحمة رياض، وأنغام، ونوال الكويتية، وأصيل هميمة. ومن فئة الوجه الجديد المفضل تم ترشيح الفنانة المغربية الشابة ريم فكري، وسيكون بإمكان الجمهور اختيار نجمهم المفضل في كل فئة من خلال التصويت عبر التطبيق الخاص بجوي أورد. وتعتبر جائزة جوي أوردز من بين الجوائز العربية البارزة التي تمنح للفائزين كتقدير من الجمهور على تميزهم في المجال الفني والرياضي والتأثير. سيقام حفل جوي أوردز الذي يتم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للترفيه في العاصمة الرياض بحضور نجوم من مختلف المجالات. ما زال الفنان المغربي سعد المجرد غائبا عن التواصل الاجتماعي مع جمهوره من خلال وسائل السوشيال ميديا في الفترة الماضية، من دون أن يكشف عن رأيه تجاه الأزمة الحالية بغزة. واكتفت والدته نزار الرقراقي بنشر صورة خاصة بابنها سعد المجرد وهو يرتدي ملابس تحمل اسم فلسطين عبر صفحتها الرسمية على موقع الانستغرام، بعد تعرض سعد المجرد للعديد من الانتقادات بسبب تجاهله للأزمة. فهل هناك سبب لاختفاء نجلها سعد المجرد؟ علمت قناتنا أن براءة سعد المجرد من التهم التي واجه مؤخرا في فرنسا باتت قريبة، حيث من المفترض أن يتواجد بالمغرب خلال الفترة القادمة بشكل نهائي بعد أن يحصل على قرار البراءة من المحكمة الفرنسية خلال الأيام القادمة، وهو ما جعله يختفي بشكل مؤقت عن التواصل مع جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالفترة الحالية لحين انتهاء إجراءات القضية بشكل نهائي. وكان سعد المجرد قد انتهى مؤخرا من تصوير أحدث أعمال الغنائية بدويتو جديد يجمعه بحاتم عمر، وهو أول تعاون فني يجمعهما، والذي تم تصويره في فرنسا خلال بداية الشهر الحالي، على أن يتم طرحه في نهاية العام. رصدت كاميرات المراقبة حبيبة النجم العالمي براد بيت تقوم ببعض المهام اليومية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بعد ظهر يوم الاثنين، وذلك بعد احتفالها مؤخرا بالذكرى السنوية الأولى لها معها. وظهرت إينيس ديرامون البالغة من العمر 33 عاما متألقة في سترة بلايزر وسروال جينز فاتح اللون، كما أضافت إلى الإطلالة نظارات شمسية ذهبية وحقيبة شانيل جديدة وحذاء أسود. أفادت معلومات أن مصممة المجوهرات والممثل البالغ من العمر 59 عاما سعيدان جدا وعلاقتهما متماسكة جدا. وفق موقع الديلي ميل، تخرجت إينيس من جامعة جنيف وانفصلت عن زوجها السابق الممثل بول ويسلي بعدما يقرب من 5 سنوات من الزواج العام الماضي. وقال أحد المطلعين على الموضوع لمجلة بيبول: هذه هي العلاقة الرسمية الأولى لبراد بيت منذ الطلاق، وبات يقدم إينيس كحبيبتها. وأضاف فادت المصدر: إنه الأمر الرائع أن نراه في حالة جيدة، إينيس تجعله سعيدا جدا. أشعل أحدث ظهور جمع بين كل من النجمين التركيين كيفاشا تاتليتوغ وبيرينسات المنصات الاجتماعية خلال العرض الأول لفيلم النداء الأخير إلى إسطنبول الذي لعب دور بطولته ويرتقب عرضه على منصات نتفليكس. وعقدت نتفليكس عرضا خاصا للنداء الأخير إلى إسطنبول، فيلمها الجديد المنتظر بفارغ الصبر في مسرح باريس قاعة نيويورك الشهيرة، والذي سيتم طرحه على المنصة يوم 24 من نوفمبر. بيرينسات حرصت على التقاط صور برفقة كيفان ستاتليتوغ على طريقة السيلفي خلال جلوسهما داخل القاعة لمتابعة الفيلم مع الحاضرين وصناع العمل.
وتناقلت صفحات عبر منصة الانستغرام صورا تجمع الممثلين التقت أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم النداء الأخير إلى إسطنبول الذي أقيم في نيويورك. نفى ويل سميث بشدة المزاعم التي تفيد بأنه تم القبض عليه ذات مرة وهو يمارس الجنس مع الممثل داون مارتن، ووصف الاتهام بأنه كاذب بشكل لا لبس فيه. ووجه بلال الذي يصف نفسه بأنه المساعد الشخصي السابق للممثل هذا الاتهام الصادم في مقابلة أصبحت واسعة الانتشار مع شخصية الانترنت تشاشاك. ويدعي بلال أنه دخل ذات مرة على نجم مان إن بلاك البالغ من العمر الآن 55 عاما، وشارك مارتن في فعل جنسي في غرفة تبديل الملابس الخاصة بمارتن وفق ما نقل موقع الديلي ميل. ويأتي ذلك بعد أن كشفت زوجة الممثل الشهير جادا بينكيت سميث البالغة من العمر 52 عاما عن انفصالهما سرا لمدة 7 سنوات، وأصر متحدث باسم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار على أن القصة ملفقة بالكامل في بيان تي ام زي يومه الثلاثاء، بينما أخبر مصدر المنفذ أن سميث يفكر في اتخاذ إجراء قانوني، إشارة إلى أن داون مارتن البالغ من العمر 58 عاما كان متزوجا من الممثلة إيشا كامبل بفترة ما بين 1996 و2020. بهذا الموجز القصير أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.